السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام، أهلا بكم في قناة المهندس للتعلم والإفادة في فيديو جديد ودرس جديد عن الفلانشات فلانجز والخامات اللي بتصنع منها هذه الفلانشات والجريتس بتاعتها وأنواع الفلانشات وبعض المعلومات المهمة عن هذا الموضوع. خليك معانا لآخر الفيديو لتعرف التفاصيل. أيها المشاهدون الكرام، أهلا بكم من جديد مع أنواع الفلانشات زي ما احنا شايفين على الشاشة والخامات المصنعة منها، كل خامة فايدتها ايه. أول هذه الخامات A105 وده كربون ستيل، بنستخدمه لما يكون عندنا هاي تمبريتشر سيرفيس يعني درجة حرارة عالية. الخامة التانية A181 أيضا كربون ستيل، بنستخدمه في الخدمات العامة. الخامة الثالثة A350 وده أيضا كربون ستيل، وممكن يكون أيضا مع اللوي ستيل، وده استخدمه في اللو تمبريتشر سيرفيس في درجة الحرارة المنخفضة. وعندنا الخامة الرابعة A182 هي اللوي ستيل، أو ممكن نستخدم ستانلس جريتس 304 و304 L و316 و316 L، وهذا الاستانلس مشهور قوي في استخدامه في الكلاسس المشهورة زي كلاس 150 وكلاس 300 او بريشر نومينال 20 الى بريشر نومينال 50، الضغط الاسمى او الضغط الاعظم او اقصى ضغط. ونلقي نظرة عامة على انواع الفلانشات واستخداماتها. اول نوع سليب اون فلانش، بتستخدم عند الضغط المنخفض، واستخداماتها لما يكون عندنا درجة حرارة عالية وضغط منخفض وفلوريت عالي، وبيسموها ايضا رينج فلانش. وده شكلها ومتركبة مع الماسورة زي الشكل اللي قدامنا على الشاشة دلوقتي. النوع الثاني من الفلانشات لاب جوينت فلانش، بيسموها باك اب او باكينج فلانش، ايضا الضغط بتاعها منخفض، ما بنحتاجش الحقن في نهاية البايب ليها، وسهلة الصيانة وتركيبها سهل زي ما باين على الشاشة قدامك دلوقتي. النوع الثالث ثريد فلانش، الضغط ايضا بتاعها منخفض، ودي ما فيهاش لحام لانها بتتركب مع الماسورة عن طريق الالوس او الاقطار بتاعتها صغيرة، تستخدم في الاقطار الصغيرة small diameter applications، وواضح الكلام ده على الشاشة قدامنا في الرسمة اهو. ويجب عدم استخدامها في المواسير اللي لها سمك صغير لان الالغوز هيضعف الماسوره في حاله السمك الصغير. بلند فلانش ده النوع الرابع، ده بيستخدم لما يكون الضغط عالي، وده مناسب مع السكنس الصغير، ويستخدم في حاله منع التسرب، ويستخدم جاسكت في النص جوان بين الفلانشتين في نهايه الماسوره زي ما ظهر على الشاشه قدامنا كده في الصوره. سطحين بتوع الفلانشة بيبقوا فلات. النوع الخامس ويلد نيك فلانش، بيكون مسلوب، من اسمه بيكون ملحوم عند نهاية الرقبة بتاعة الفلانشة مع نهاية الماسورة زي ما باين على الشاشة قدامنا دلوقتي، بيستخدم عند الضغط المرتفع ودرجة حرارة منخفضة سب زيرو تمبريتشر. النوع السادس والأخير سوكت ويلد فلانج، ايضا الضغط بتاعها عالي، تستخدم في حالة الهاير فاتيك سترينث، ويستخدم ايضا في حالة المواسير الصغيرة في الحاج ايضا في الضغط العالي. ويتم اختيار السوكت ويلدينج فلانج على اساس الكلاس والبريشر ريتنج. عند تركيبها مع المواسير بيراعى ان بيكون في اكسبانشن جاب ما بينها وبين الفلانشة، بين الماسورة وبين الفلانشة، علشان نراعي اي مشاكل ممكن تحصل بعد كده نتيجة الضغوط العالية او التمدد. ده نظرة سريعة على الانواع الستة من انواع الفلانشات. نرجع للخامات المصنعة منها هذه الفلانشات، وعلى رأسهم اولهم A105 او SA105، دي خامة مشهورة جدا في الفلانشات، والتركيب بتاعها الكيميائي زي اللي على الشاشة قدامنا دلوقتي، فيها كربون 35%،
وبعض العناصر اللي قدامنا دلوقتي هو ده صلب كربوني اصلا، فيها منجنيز من 6 من 10 ل 1.5 من 100، فيها فسفور وكبريت اسبة 4 من 100 او 35 من 1000، فيها سيليكون 1 من 10 ل 35 من 100، فيها كبر 4 من 10 ونيكل 4 من 10 وكروم 3 من 10، فيها مولوبيديوم 12 من 100 وفناديوم 8 من 100. الخواص الميكانيكية لإيه 105، التنسال سترينس المينيمم 70,000 PSI أو باوند بير سكوير إنش أو ما يعادل 485 ميجا باسكال أو ما يعادل 48.5 كيلو جرام على المليمتر مربع. اليلد سترينس أيضا مينيمم ما يعادل 36,000 PSI أو 250 ميجا باسكال أو 25 كيلو جرام على المليمتر مربع. الاستطالة لما يكون عندنا 2 بوصة أو 50 ملي الطول بتاعنا اللي احنا نظبطين عليه مينيمم بيكون حوالي 30%، لما يكون السيكنس 5/16 بوصة أو 7.9 ملي بتكون الاستطالة 30% لو كنا عندنا شيل. لو كان عندنا بار في حدود 2 إنش 2 بوصة أو 50 ملي، لأن الواحد بوصة 25.4 ملي، الجيتش لينس بتاعنا في الرينج ده بتكون الاستطالة 22%. النقص في المساحة ريدكشن اوف اريا مينيمم برضو بيكون 30% زي الاولينجيشن اللي فوق. والصلادة عندنا بالاتش بي هتكون ماكسيمم 187 برينيال. ده الخواص الميكانيكية المطلوبة للمقاسات الصغيرة في عمليات الحدادة. وحدات الضغط البي اس اي باوند بير انش سكوير او البار او الكيلو باسكال او الميجا باسكال، البي ان معناها بريشر نومينال او الضغط الاسمى او الضغط الاقصى واللي يمكن تتحمله الماسوره او تتحمله الفلانشه او يتحمله الصمام فالف او المحبس. والضغط بي ان ده تصنيف بيتبع برقم، هذا الرقم يدل على القيمه التقديريه او التقريبيه للضغط في المواسير وغيرها وليس الضغط الفعلي، ده قيمه تقريبيه. ويستخدم البي ان في النظام الاوروبي القياسي الدن والاي ان والبي اس والايزو والى اخره. ومنذ فتره طويله تميزت الصين بالميجا باسكال او الام بي اي، وهي الان الوحده المستخدمه في الواقع، ثم استخدمت الوحدتين حتى اليوم اللي هي البار والميجا باسكال. ولكن في فرق الضغط يصل 10 مرات، فالبي ان 1 ميجا باسكال يساوي البي ان 10 بار. ونطاق الضغط المشترك المستخدم في النظام الاوروبي بالوحدة بار هو بي ان 2.5 بار، بي ان 6 بار، بي ان 10 بار، 16 بار، بي ان 25 بار، في بي ان 40، في بي ان 63، في بي ان 100، وفي بي ان 160، في بي ان 250 وهكذا. ويمكن وصف فئة الضغط ديت بعدة طرق كما يلي: فئة الضغط 300، فئة الضغط 600 وهكذا. وتشير الأرقام الأعلى إلى إمكانية تحمل فئة ضغط أعلى، وفئة أو كلاس هي تعريف لمستوى الضغط الشائع للنظام المعياري الأمريكي زي كلاس 150 أو LB 150 أو هاشتاك 150، كل ده بمعنى واحد، ده محدد لمستوى الضغط المستخدم في المعيار الأمريكي أو نطاق الضغط الشائع المستخدم في المعيار الأمريكي LB. LB 75، LB 150، LB 300، LB 400، LB 600، LB 900، اللي بي 1500، اللي بي 2500، واللي بي حروف متاخده من كلمه ليبرا وهي كلمه لاتينيه بمعنى مقياس الوزن، متاخده منها اللي بي. يتم استخدام اسماء مختلفه تشير الى فئه الضغط مثل فلانشت اللي بي 150 او فلانشت اللي بي 150 هاشتاج او فلانشت هاشتاج 150 او كلاس 150، كل هذا يعني نفس المعنى ونفس الفلانش. لاحظ ان LB وبي ان نظامان مختلفان لكنهما قابلان للتبادل بقدر الامكان كما يلي: كلاس 75 يساوي 75 LB يساوي بي ان 11 بار، كلاس 150 يساوي 150 LB يساوي بي ان 20 بار، كلاس 300 يساوي 300 LB يساوي بي ان 50 بار، كلاس 400، كلاس 900، كلاس 1500 يساوي 1500 LB يساوي بي ان 260 بار،
كروس 2500 يساوي 2500 اللي بي يساوي بي ان 420 بار. مع العلم ان هذه التحويلات غير دقيقة لكنها قريبة وتؤدي الغرض، ويمكن المقارنة للأوصاف المختلفة لفئة الضغط مع بعضها البعض. وصلنا الآن إلى المعالجة الحرارية للخامة A105 اللي بتصنع منها الفلانشات. المعالجة الحرارية بتتم على الفلانشة اللي ما يكون فيها الضغط عالي زي كلاس 300. ده ضغط عالي محتاج ان تكون الخامة ماسك نفسها شوية او ناشفة شوية عن الخامة العادية، او الفلانشة اللي لها تصميم خاص على حساب الضغط، او تصميم على درجة الحرارة مش معروف، او الايتيمز اللي فوق الاربعة بوصة NBS واللي اعلى من كلاس 300، حيث ان المعالجة الحرارية المطلوبة تخمير نورماليزينج او نورماليزينج زي التيمبرينج او نورماليزينج زي كونشينج زي التيمبرينج يتم تطبيعها على الفلانشة. يبقى المعالجة الحرارية دي نقطة مهمة، بنحتاج صلادة بتكون 137 لغاية 187 برينل للفلانشة، والفلانشة اللي بتكون صلادتها خارج هذا الرينج تبقى تترفض. والحاجات اللي على الشاشة ديت دي بعض الداتا المطلوبة لما نكون عايزين فلانشات. بنطلب الدي ان بتاعتها قد ايه، يعني الدايمتر نومينال اعظم قطر، والبي ان اعظم ضغط. بحدد الماتيريال للفلانشة، بحدد الاوتبوت من الفلوريت قد ايه، كم طن في الشهر. بحدد ايضا كل التفاصيل اللي انا عايزها في الفلانشة، بحدد هي على ظهر سفينة او في المينا او في ايه الزبط، سيف او فوب. وزي ما قلنا في اول الفيديو ان الفلانشات بيتم تصنيعها من اكتر من نوع من الخامات. قلنا النوع دوت اللي تكلمنا عنه في تفاصيل A105. واللي على الشاشة الان قدامنا دي المواصفات الميكانيكية للمنتجات المنتجة من هذا النوع من الصلب اللي هو A105، يعني الخاصة الميكانيكية للفلانشات. وطبقا للمواصفة A961 فانه يوجد اكثر من خامة تستخدم في صناعة الفلانشات غير اللي احنا كمان قلناه، لكن هنا هنكتفي بالخامات ديت اللي هم على الشاشة دولة، الخامات الاكثر شهرة في صناعة هذه الفلانشات. طبعا الفلانشات بتصنع معظمها بالحدادة فورجينج، وبعد عملية التصنيع بنعمل النيلينج او نورماليزينج علشان نزيل الاجادات. وطبقا للخواص الميكانيكية المطلوبة اذا احتاجنا صلادة عالية او تحمل لضغط اعلى من كلاس 300 فنضطر نعمل عملية تأسية كونشينج وتيمبرينج. ولما نعمل كونشينج لازم نسخنه الاول فوق درجة تحول الى الاسترايت، ثم نعمل كونشينج في وسط مناسب تبريد مفاجئ، وبعد كده بنسخنه لغاية 590 درجة مئوية ونبرد في الهواء، ده التيمبرينج، علشان نحصل على خواص ميكانيكية مناسبة لهذه الفلانشات. وعملية التأسية تتوقف على نسبة الكربون الموجود والعناصر السباكية في الخامة اللي احنا بنصنع منها هذه الفلانشات. وعندنا ما يسمى كربون إكويفلنت، المكافئ الكربوني في الخامة، وده يتوقف على النسب لبعض العناصر اللي موجودة، وفي معادلة لهذا الموضوع. ايه المعادلة اللي ظاهرة على الشاشة قدامنا دلوقتي؟ تكون نسبة الكربون 47% في عملية الحدادة الحاجات اللي سمكها 2 بوصة او اقل، و 48% كربون للخامة اللي السمك بتاعها اكبر من 2 بوصة، ويمكن تحديد هذا بهذه المعادلة. والخامات الاكثر استخداما او الاكثر شهرة هي اللي قدامنا ديت على الشاشة A350 LF2، ده كله ده كربون ستيل، A182 زي اللي على الشاشة قدامنا دلوقتي، او ستانلس 304 304L 316 316L التركيب الكيميائي قدامنا على الشاشة زي ما احنا شايفين، وهكذا A181 A182 A350 كل دي بدائل للA105 يصنع منها
الفلانشات، ويمكن طبعا لحام هذه الفلانشات بسهولة ويسر وتحديد الخواص بتاعتها المطلوبة من نوع الخامة، أو حسب الخواص المطلوبة بختار لها نوع الخامة، وهل هعالجها حراريا أم لا، هل هعمل لها نورماليزنج أو أعمل لها النيلينج أو أعمل لها تأسية ومراجعة ولا لا، حسب برضو الخواص الميكانيكية. يبقى خدنا في فيديو اليوم أنواع الفلانشات والخامات المصنعة منها، بنعمل لها معالجة حرارية ولا لا، وامتى تحتاج المعالجة الحرارية، قلنا لما يكون كلاس 300 في أعلى أو أكبر من 4 بوصة، وتكون أيضا كلاس 300 أو أعلى منها. ده اللي خدناه اليوم. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشاركنا وفعل الجرس حتى يصلك كل فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.